تمكنت دورية لأبحاث الدرك الوطني بالاستعانة بمصالح مديرية التجارة من غلق ورشة سرية لصناعة الحلويات التقليدية في ظروف كارثية لا تستجيب لأدنى الشروط الصحية والنظافية ولا القانونية ببلدية المالح. في إطار حماية المستهلك وقمع الغش والحفاظ على الصحة العمومية عبر إقليم ولاية عين تيموشنت، وبناء على معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين تيموشنت، مفادها وجود ورشة سرية تقع ببلدية المالح ولاية عين تيموشنت تقوم بصناعة الحلويات التقليدية دون مراعاة شروط النظافة والنظافة الصحية. على إثرها تم تشكيل دورية من طرف أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين تيموشنت والتنقل لأي المكان بالاستعانة بمصالح مديرية التجارة لولاية عين تيموشنت. تم معاينة ورفع المخالفات التالية: مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام شروط الحفظ والتخزين، حيث كانت شروط الحفظ والتخزين في محل غير مهيئ لصناعة الحلويات التقليدية، استخدام سكر أبيض المدعم الموجه للمستهلك، ممارسة نشاط تجاري قار دون تسجيل في السجل التجاري. بعد إخطار السلطات القضائية على الفور تم إتلاف 64 كيلوغرام من الحلويات التقليدية، 70 لتر من زيت المائدة المستعمل، وحجز 100 كيلوغرام من السكر الأبيض المدعم.